مش عايزه اتعرف. انا اسمي سقسقه، ها سقسقلها تحلو. وانا صافي. عاشت الاسامي. وانتوا بقى اساميكوا ايه؟ انا اسمي عوني ببيع مناديل. عوني يا حبيبي قلب امك، صغير كده واسمك عوني؟ معلش غلطه وتتصلح، قصدي يعني غمه وتنزاح. لا بس اسمك زي الفل. وانت اسمك ايه؟ اسمي شرف، بمسح تحت العربيات. شكلك كده البلطجي بتاعها. بلطجي مين ده؟ غلبان ومالوش فيها. غلبان ومالوش فيها. وانتي بقى اسمك ايه؟ انا سميره، بشحت من الموزز قدام المطاعم. انا ولاد اللي اسمه قمح اللي بيلعب كوتشينه هناك ده. ايدك يدا، انا عايز جنيه ومش قد اللعبه ما تلعبش. وانتوا على كده بتشتغلوا كلكم مع بعض؟ المجموعة دي بس بيشتغلوا مع بعض مع المعلم مكاوي وحسين الكيوت. حسين الكيوت؟ ده مكاوي ده يدتيه لما حسين الكيوت. طيب بيشتم بالأم بس. طيب بيشتم بالأم بس. وانت يا سميرة انت منين يا حبيبتي؟ يا اختي. يا اختي؟ يا اختي انا اعرف منين؟ انا وقيت لقيت نفسي مع صامبو وهو مشغلني مع مكاوي وحسين الكيوت وما اعرفش حد غيرهم. انا بقى عارف اهلي بس مش عايزه اعيش معاهم عشان كل شويه شتيمه وضرب لحد ما زهقت. يا سلام، يعني انت اللي هنا عايش متهني؟ يا اختي ما كله محصل بعضيها اهو، كله شغل وخلاص. طب ما انا كمان ابويا مشغلني انا وامي واخواتي وهو قاعد في البيت بيشرب حشيش وبيسكر على قفانا. الموضوع مش سهل. انا دخلت عالم كبير، ضحايا أطفال بيستغلوهم غلان ما يعرفوش الرحمة. يا ترى هقدر أعمل لهم حاجة؟ تعالى نقعد في الضلة دي، أنا مش قادرة. أنا خلاص كده بقيت من العشيرة، والمعلم بتاعك ده بقى في عبي كده، خلاص مش لازم نشحت. طبعا لازم، صامبو ماشي ورانا عيونه. يا مامي يعني احنا متراقبين؟ طبعا، ولازم تثبتي ولائك. يعني ايه هنشحت تاني؟ انا تعبت بقى، تعبت. طبعا، ولازم تثبتي له انك شحاته بريم عشان يثق فيكي ويرتاح. يعني انتوا بتذلوا نفسكم للي يسوى واللي ما يسواش، وفي الاخر بتدوا الفلوس دي كلها للي اسمه صامبو؟ ده شغلنا، واللي خسر معاه يعجزه. يا سلام، ما احنا ممكن نقول له ان ما حدش ادانا حاجه. احنا بيتعدى علينا كل حد يوطي يدينا حاجة، واللي خنصر من يرد يقطع صوابعه. يا مامي ايه ده؟ ده عصابة بقى، مافيا، مش مجرد عيال صيع وخلاص. ما انت فاكرة نفسك دخلت عشان صامبو عشان تفسحي؟ ده انت دخلت عش الضبابير. والضبابير دي ملهاش عندي غير الشبشب. لعلمك بقى صامبو ده انا هجيب قراره وهخلي الحكومة والبلد كلها تقوم عليه وهتشوف. أنا مش دعوة بالكلام ده، لو صامبو كشفك ولكني عرفك. يا سلام، لا رجولة ياض. طب غوري اوه، تعمل ايه عندك؟ بشوف حيوانة كلها. يا سلام، وناكل من الزبالة ليه بقى؟ ما احنا معانا فلوس كتيرة اهو، ممكن نروح نجيب اي وجبتين كومبو. كومبو؟ احنا لو اتغدينا كومبو هيتعشى بينا صامبو. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ما ينفعش نصرف جنيه من الفلوس دي، ولازم ناكل من الزبالة. ليه؟ قوانين العشيرة؟ دي قوانين الناس اللي عايشين زينا. لا بقى، أنا مش ممكن أكل من الزبالة حتى لو هموت من الجوع. ما انت لو ما أكلتيش من الزبالة هتموتي بطريقة تانية. على إيه صامبو؟ والله أحسن ما أموت من القرف. قرف إيه؟ قرف إيه؟ انت مش شايفة نظيفة إزاي؟ دي لسه مرميه طازه زي ما انت شايفه. ما شاء الله، الزباله نظيفه قوي ما شاء الله. ايه ده؟ دي عليها حشرات، دي بتمشي. ليه؟ ده حشرات مفيده كلها فيتامينات. انا مش عايزه فيتامينات، انا شكلي مش هكمل المهمه دي على خير. ليه؟ حاسه ان صامبو هيكشفك؟ لا، حاسه ان انا هموت من التسمم. مامي تأخرت قوي النهارده. شفتي الإهمال؟ دلوقتي ميعاد غدا وهي لسه ما جاتش، أمها تأخر زمن. أنت كل اللي فارق معاك الغدا؟ أنا قلقانة عليها بجد. ما تخافيش، هتلاقيها عندها شغل زيادة. بقت كل يوم بتتأخر. عارفة يا بنتي؟ أنا النهارده ولا هذاكر ولا هعمل أمورك. ليه؟ اضرب لحد ما هي تيجي.
انا عمر وحشني قوي. وحشني انا كمان والله. شايفه مامي وبابي بيعملوا فينا ايه؟ مام اكيد غصب عنهم، هما برضو بيتعبوا عشاننا، بس احنا كده مستقبلنا هيضيع. بابي على طول مسافر، ومامي على طول في شغل وبترجع بالليل، وعلى طول تيتا سايبانا وقاعده مع عمر. احنا لازم نحاول نشيل المسؤوليه زي كلابالا. حتى كلابالا ما بقاش موجود، احنا لو اتشردنا دلوقتي هنروح فين؟ نفسك كده، معلش بكره تتعودي. لا لا انا مش ممكن اتعود على حاجه زي دي ابدا. ما انت لازم تتعودي على اكل الزباله، مالكيش غيره طول ما انت معانا. لا انا مش زعلانه خالص على اكل الزباله، بالعكس ده طلع طعمه حلو قوي. امال بتعيطي ليه؟ انا زعلانه عشان كرامتي اللي اتبهدلت كتير. معلش عرق الكرامه ده شيليه من دمك، احنا شحاتين وبناكل اكل عيش، ده شغلنا. لا انا مش زعلانه على كرامتي اللي اتبهدلت النهارده في الشغاطه ابدا، بالعكس انا زعلانه على كرامتي اللي اتبهدلت في الصحافه سنين، وزعلانه على السنين الطويله اللي عدت من غير ما اشحت. تعرف انا لميت كام النهارده؟ انا النهارده لميت في يوم واحد اللي ما لميتوش في شهر في حاله في الصحافه. الصحافه دي بتاكل حد عيش؟ لا انت عارف الشحاتين في مصر بيكسبوا اكتر من المصريين اللي شغالين في الخليج. والله ما شغلانه الشحاته لمت. ايوه لمت. انت عارف انا وعلي ضيعنا عمرنا كله في الصحافه وكلام فارغ. ما انت كام يوم هترجعي للكلام الفارغ ده؟ هو انا بصراحه يعني كلابالا بفكر ان انا اكمل معاكوا هنا واقعد معاكوا في العشيره بقى، بصراحه ساسا بتكسب اكتر من انجل كتير دي الكلب دي. وبعدين حاسه ان انتوا كده بقيتوا عشيرتي واهلي. ها كتير. لا فلوسي في ايه؟ لا والله برافو عليك يا بنت ساسا، خدي مش خساره فيكي، نافعه دي عشاني. متشكره يا كبير. افهم من كده ان انت راضي عني يا ريس؟ طبعا راضي عني. انت عارف الواد كلابالا ما كانش بيعرف يلم نص اللي لمه وهو معاك. توجيهاتك يا كوتش. انت عارفه يا بت يومين زي النهارده كده واخليك برنسيست العشيره دي كلها. كتر خيرك يا برنس العشيره. بس انا بسبب شغلنا ما بشوفش غير الاشكال العفشه، كنتش متخيل ان هلاقي واحده حلوه بصيره. تقصد ايه؟ انا سنجل يا بت. اللي هو ايه السنجر ده؟ سنجل؟ لا يعني بدور على نص التاني. طول عمري بنفسي كده، نفسي نفسي الاقي واحده بنت حلال اتلم معاها في خرابه واحده. وماله يا ريس، ده انت برنس اي حد يتمناك. بس انا بصراحه عشان انت عجباني انا مش عايز اكذب عليك، عايز اقول لك الحقيقه. قول يا ريس قول. ما هو شام الريس. يعني انت مش البيك بوس الريس اللي هنا؟ لا أنا الراجل التاني. إيه ده رشدي أباظة؟ يا بنت افهمي، أنا كبير العشيرة دي بس مش الكبير قوي. لا طبعًا مش الكبير قوي، ده أحمد مك الكبير قوي. استغفر الله العظيم يا رب، أنا الدراع اليمين والكبير قوي هو العقل. آه يعني أنت مش المخ؟ لا أنا العضلات. أمال المخ فين بقى؟ المخ لا، محدش يقدر يشوفه غيري. ليه بقى ان شاء الله؟ عفريت؟ لا اصل هي ما بتحبش حد يعرف عنها حاجه. ايه ده، هي واحده ست؟ مين اللي قال لك؟ انت لسه قلت ما هي. انا ما قلتش حاجه، انت هتوديني في داهيه. لا انت قلت ما قول 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 قول. بص سرك في بير، الكبيره في بير. اسمعيني بس، اصل انا لو قلت هتدبح انا وانتي. ها؟ كلامك طلع صح يا كلابالا. انت عارف؟ سامبو مش هو الكبير. عرفت منه مين هو الكبير؟ عرفت منه مين هو الكبير؟ لا خاف يقول لي، أول مرة أشوفه مفرفر كده، واضح إنها مسيطرة. مين دي اللي مسيطرة؟ الكبيرة رئيسة العصابة بتاعتك طلعت واحدة ست. ست؟ يعني اللي خطفنا من أهالينا واللي مشردنا ومعلمنا السرقة والشحاتة، واحدة ست؟ ست؟ مالك بتقولها كده؟ أيوة واحدة ست. مالك معترض يا ابني؟ الستات مش سهلين، ده مخطط ارهابي ما يخرش المايه، اللي عمله مش سهل ابدا.
دول مجانين. مين دول المجانين؟ احترم نفسك، انت هتعمل لي فيها ابو الليف؟ انا مش مصدق ان كل ده تعمله واحده ست. سلام جرى يا بيسي، ده احنا لحمنا بلدي مكندز ما نتاكلش، ونتاكلنا عضمنا ركب ما نتهرش، ونتهرشنا نشرخ في الزور ما نتبلعش. الله عليك يا مزجنجي. احبك يا ستاموني مهما الناس لاموني. تمام معايا. انزلوا يلا. حاضر ابو الراحه. يلا بتفك الكلبشات يا عسكري. ده كله بتفك الكلبشات. لو سمحت يا فندم. نعم اتفضلي اقف هناك لحد ما اندهل. معلش ممكن حضرتك اعمل مكالمه للمحامي بتاعي؟ اتكلميه على ايه؟ على التليفون حضرتك. طب ايه رايك تكلميه على سكايب حتى يبقى فيس تو فيس؟ كويس برضو، بس لا التليفون احسن، التليفون احسن. والنبي يا بنت التايهه. لا لو سمحت الا ماما. حضرتك ترضى حد يغلط في مامتك؟ انت تغلطي في امي؟ لا لو عايزه تجيبي سيرتها تجيبي سيرتها في الخير، هي تحبك وتدعي.